إذن السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 23 من سلسلة تمارين درس الدالة الأسية. إذن التمرين يقول حلف R المتراجحة الآلين ديال الإكسبونسي ديال X ناقص 2 على الإكسبونسي ديال X أصغر قطعا من 0. إذن أول خطوة هي تحديد مجموعة حلول أو مجموعة تعريف المتراجحة. إذن ليكن D مجموعة تعريف المتراجحة. إذن D يساوي ماذا؟ إذن X كنساوي R بشروط. إذن هنا عندنا الآلان، يعني ما بداخل الآلان خصو يكون أكبر قطعا من الصفر، أي أو إكس ناقص جوج على أو إكس أكبر قطعا من الصفر. إذن هذا هو الشرط. دابا غنحاول نشوف الحل لهذه المتراجحة باش نحددو مجموعة التعريف. إذن أو إكس ناقص جوج على أو إكس أكبر من الصفر، يمكن لي نضرب في او اكس طرفي المتراجحة مادام او اكس موجب، يعني ما غاديش يتغير الترتيب. اذا او اكس مضروبة في او اكس ناقص 2 على او اكس اكبر من الصفر. اذا او اكس مضروبة في او اكس هي او ديال اكس زائد اكس، يعني او ديال 2 اكس ناقص او اكس مضروبة في ناقص 2 على او اكس. اذا كنختزلو ب او اكس كيبقى لنا ناقص 2. إذن او اكس ولا او ديال جوج اكس ناقص جوج اكبر من الصفر. إذن كنديو جوج للطرف الثاني دائما تكافؤات. إذن جوج اكس اكبر من الآلان ديال جوج. إذن عندنا جوج كنديوها للطرف الثاني كنقسم عليها لأن عندنا جداء، إذن ألين ديال جوج على جوج. إذن مجموعة التعريف إذا عندنا إكس أكبر من الألين ديال جوج على جوج، يعني مجموعة التعريف هي الألين ديال جوج على جوج زائد لا نهاية. هنا أكبر قطعا، يعني الألين جوج على جوج ما دخلش من ضمن الحلول. إذن هذه مجموعة التعريف. الآن غادي ندوزو للحل ديال المتراجحة. إذن لكل X من D أي من مجموعة التعريف لدينا، إذن الآلان ديال أو إكس ناقص جوج على أو إكس أصغر من الصفر تكافئ. هاد الصفر يمكن نعوضو بالآلين ديال او او الآلين ديال واحد. اذا الآلين ديال او اكس ناقص جوج على او اكس اصغر من الآلين ديال واحد. شنو كيعني هذا؟ كيعني ما بداخل الآلين اصغر ما بداخل الآلين اللي كاين في الطرف الثاني للمعادله، يعني ان او اكس ناقص جوج على او اكس اصغر من واحد. إذا عندنا او اكس في المقام، باش نتخلص منها كنضرب في او اكس طرفي المتراجحة. إذا كنضربو في او اكس، إذا او اكس ناقص جوج على او اكس واحد في او اكس. إذا او اكس في او اكس هي او ديال اكس لكل اس اثنان، ولا ندير لها او ديال جوج اكس. او اكس مضروبة في ناقص جوج على او اكس، اذا كنختزلو ب او اكس كيبقى لنا ناقص جوج. او اكس اللي كاينه في هاد الطرف نرجعها للطرف الاول غترجع ناقص او اكس اصغر من الصفر. اذا او اكس لكل او كاري ناقص او اكس ناقص جوج اصغر من الصفر. اذا لقينا واحد المتراجحة، باش نحل المتراجحة نحاول نكتبها على شكل جداء. اذا شنو غادي ندير؟ غنوضعو، يعني باش نعمل داك باش نكتبها على شكل عوامل، اذا غنوضع او اكس هي تي، يعني غترجع لنا داك المترجح على شكل واحد المعادله تي كاري ناقص تي ناقص جوج. اذا هاد العمليه كنديرها غير باش نحاول نكتب
المتراجحه على شكل، او لها التعبير هذا على شكل عوامل. اذا ممكن نديرها في ورقه الوساخ. اذا غادي ندير دلتا معادله من الدرجه الثانيه. اذا عندنا بكاري اللي هي ناقص واحد اوكار اللي هي واحد ناقص أربعة في ناقص جوج. اذا ناقص أربعة في ناقص جوج اي واحد زائد ثمانية اللي هي تسعود. اذا دلتا كتساوي تسعود، يعني جذر دلتا غادي تساوي العدد ثلاثة. اذا الحلين شنو هما؟ اذا دي اما غتساوي واحد ناقص ثلاثة على جوج، او تي غتساوي يعني ندير لها تي واحد وهنا ندير و. اذا عندنا حلين، تي واحد كيساوي واحد ناقص ثلاثة على جوج اي ناقص جوج على جوج اي ناقص واحد، وتي جوج كتساوي لنا واحد زائد ثلاثة على جوج اي اربعة على جوج اي جوج. يعني هاد التعبير هذا تي كاري ناقص تي ناقص جوج شنو هو؟ كيتكسب على شكل تي ناقص تي واحد عامل تي ناقص تي جوج. اذا هو تي، تي واحد هي ناقص واحد اي ناقص ناقص هي زائد تي ناقص جوج. اذا اللي كيهمني من هادشي هذا كامل هو ان هاد التعبير هذا كيمكن لي نكتبو على شكل، اذا تي كنعوضها بأو إكس، على شكل أو إكس زائد واحد. إذا قلنا تي زائد واحد أو إكس ناقص ماذا؟ ناقص جوج أصغر من الصفر. إذا هادشي هذا ما عندي ما ندير بيه. إذا دابا الفكرة راه واضحة، عندنا أو إكس زائد واحد تعبير موجب. علاش؟ لأن أو إكس موجب، واحد موجب، وبالتالي مجموع عددان موجبا. إذا المتراجحات تكافئ أو إكس ناقص جوج أصغر من الصفر. إذا أو إكس أصغر من اثنان، إذا إكس أصغر من الألين ديال جوج. طبيعة الحال هنا ما غاديش نجيو ندير الحلول هي المجال ناقص لا نهاية ألين ديال جوج. خصني نشوف هاد الحلول واش كتنتمي لمجموعة التعريف. شنو هي مجموعة التعريف اللي كنا لقينا؟ هي الألين ديال جوج على جوج زائد لا نهاية. يعني في مجموعة التعريف إلا متنا بواحد المستقيم مدرج، دونك هنا الصفر وهنا الألين ديال جوج على جوج وهنا الألين ديال جوج. إذا مجموعة التعريف راه هي هادي، يعني الأعداد اللي كاينة. دونك هنا المجال بحال الشكل هذا. وبالنسبة للعلاقة اللي لقيت، لقينا حنا إكس أصغر من الألين جوج، يعني الألين جوج هي هذه، يعني إكس أصغر من الألين جوج يعني أصغر قطعا. إذا في الحلول كندير التقاطع ديال داكشي اللي لقيت في مجموعة التعريف مع داكشي اللي لقيت بالنسبة لإكس، وبالتالي التقاطع شنو هو؟ لأن الحلول خصها تنتمي لمجموعة التعريف، إذا كناخد فقط الأعداد اللي كتنتمي لمجموعة التعريف. إذا إس كتساوي، إذا كناخد هذا المجال هذا اللي هو الألين ديال جوج على جوج، الألين ديال جوج. إذا هذا هو مجموعة التعريف أو مجموعة حلول هذه المتراجحة.